ننتقل مع حضراتكم إلى موقع المصري اليوم، ومنه نقرأ خبر بعنوان: الوطنية للانتخابات، يتم حاليا حصر المتخلفين عن التصويت بالشيوخ، والغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدم المشاركة في العملية الانتخابية يندرج تحت بند المخالفة، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ كل الإجراءات القانونية بشأن الانتخابات. وأضاف لاشين في تصريحاته أمس أن الهيئة وجهت رسائل للناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على صحة الناخبين من الوباء، مشيرا إلى أن غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات متدرجة ولا تتجاوز 500 جنيه وفقا للقانون. ومن تخلف بعذر مثل الإصابة بكورونا تقدر النيابة العامة هذا العذر، وبناء عليه تتخذ الإجراء، وأي أعذار سيتم فحصها وتقديرها من قبل النيابة العامة، موضحا أن هناك إجراء حصر حالي للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ. واختتم المستشار لاشين إبراهيم تصريحاته قائلا: الغرامة المالية للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مطبقة في كل دول العالم وليست بدعة.